القرض أتت النصوص الشرعية بالحث عليه والثناء لفاعله، لكنه انعدم أو يكاد ينعدم في هذا الزمن بسبب تصرفات بعض من يقترض من المماطلة ومن الجحود بمن أحسن إليه. ولذلك هو يظن، أي من يقترض ليأخذ مال الناس، يظن أنه رابح فليعلم أنه خاسر، فهو إنما يخدع نفسه فيعرض هذه النفس لوعيد الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: مطل الغني ظلم، تماطل في حق الآخرين وأنت غني، هذا ظلم لا يجوز لك. ولذلك أحجم كثير من الناس أن يقرض فلانا قرضا حسنا لكي يرفع عنه حاجته بسبب هذه الظاهرة التي عمت وطمت. حتى وللأسف، وللأسف وأقوله بكل أسف، ممن عليه اسم الخير كأنك لم تقرضه شيئا، بل ربما ينقلب هذا الإحسان الذي أحسنت إليه ينقلب منه إليك بالسوء. فقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، هو ظالم لنفسه وظالم لصاحب هذا المال. أما مطل الفقير فليس بظلم كما هو ظاهر الحديث، يعني ربما تقرض إنسانا وليس عنده شيء فيماطل، يقول أخرني أخرني أخرني، هو ليس عنده شيء، فهذا لا يعاب، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسر تنتظر حتى يغنيه الله عز وجل. لكن الإشكال في مماطلة من يجد ويماطل حتى يذهب بحقوق الناس. مطل الغني ظلم، أما إن كان معسرا فليس بظلم. ولذلك بعض الناس ربما يرفع قضية على فلان وهو معسر، ما يجوز، يجب أن تنظره، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، هذا واجب. لكن وللأسف أصبح حتى الخداع من بعض الناس، يقول أنا معسر وإذا به ليس بمعسر، كما يقال يلف ويدور من أجل أن يتلاعب حتى يظهر صك إعسار ليضيع حقوق الناس. ولذلك على الناس أن تنظف قلوبها وأن تحرص على أداء الحقوق لبراءة ذمتها، فيحرص على هذا الجانب.